هاد لابلاج هذا ديال الشراط بصراحة لقيتو أحسن من هاد لي بلاج كامل اللي دوزت أنايا بصراحة، لا ديال الشمال ولا هادو اللي كاينين هنا في بوزنيقة، يعني لابلاج رائع حتى من ناحية الناس اللي كيكونوا فيه وفهمتي، لحقاش كما كيقولوا ما كيوصلش ليه الطوبيس ما كيوصلش ليه الطاكسي، يعني ناس نقيين كيجيو لي هنايا. و حتى لابلاج ديالو في الصراحة مقسوم على جوج، يعني واحد لافاس فيه لي موج اللي بغا يمشي للمواج وداك الشيء، وكاين واحد لافاس سامبل عادي بحال لا بيسين، يعني كيجيو الوليدات الصغار. البحر هذا خويا الميزات اللي فيه هو البحر هذا خويا بعيد على الناس، فهمتي كيجيو لها الناس النقايه، فهمتي كيجيو لي الناس اللي كيشرفوا هذا البحر هذا، ما فيش ديك ما فيش سرقه، ما فيش بزاف ديال الحوايج اللي غاي يشوه السمعه ديال هذا البحر هذا، فهمتي يعني بزاف ديال الحوايج كاينين هنا زوينين. علاش بنا جميع اللوازم اللي كيطلبوا الزبائن كاينين هنا، كراسة لي ترونزاج باراسولاج وباتمين اللي كيبغوهم، ماشي يعني باتمين رخيصه ماشي مناسبه حتى الزبون حتى هو كنساعدو بانه يجي يتبحر هنا. تحياتي للناس ديال جماعه الشراط ميم سيدي خديم. خويا الطلب ديالنا في هاد لابلاج هذا هو بحر زوين وشي حوايج اللي ناقصيننا بحال الناس ديال هادشي ديال البيئه ديال لابوبير كدا، هادي ما كاين حتى شي حاجه، طواليط دوشات بزاف ديال الحوايج ناقصنا في هاد البلاصه هادي، هذا هو المطلوب. اما البحر حتى كتشوف كلشي زوين، الناس النظام غادي مزيان، الثمن باش كيتبحروا مزيان، كلشي ديال الله. كنخدم هنا في هاد البحر هذاك، عندنا لي ترونزات كاين لي باراسون كاين لي جيتسكي، وعندنا البحر هنايا مأمن في هاد الرجو ديال كازا الرباط، هو اللي هاد البحر هذا اللي فهمتي مأمن، يعني ما فيه لا ما كاين لا سرقه، ما كاينش البساله، ما كاينش كيجيو غير الناس زوينين. هذا هو لافونتاج اللي فيه، هو ما كيوصلوش الطوبيس كاع ما كيوصلو طاكسي، فهمتي الا ما عندكش ترونسبور ديالك ما توصلش لهنايا، هذا هو لافونتاج اللي كاين هنايا. والحمد لله كيجيو الناس هنايا، اللي كيجي كيعاود يرجع فهمتيني، الحمد لله انا هنايا شريك كيجيو الناس البرانيين هنايا فهمتي، الحوايج زوين هنايا، يمكن لي تخلي حوايجك هنايا وسيرعهم في البلاصه الاخرى، ما كاين اللي اديك شي حاجه ديالك هنايا فهمتيني، وكاين المخزن هنايا مدير الخدمه ديالو والحمد لله هنا هادشي فهمتي، وكاين داك التباعد بين الناس ما ديال بالنسبه للكورونا وداك الشيء، بنادم كيدير الوقايه ديالو فهمتي، بنادم ما كيتخلصش بعناتو بزاف، وبنادم هنايا عندنا هذا البحر هذا ما كندخل ما كيدخل فيه بزاف بزاف البشر بزاف فهمتي، عندنا سيكون بورسون ديال البشر اللي كيدخل هنايا. البحر زوين ما كذبش عليك، نقي ما كيجي ليهش بنادم بزاف، على عند الطوموبيل اللي كيوصلوا بحال ما كيوصل لا طوبيس لا تران، هو تكون كتشوفوا الاجواء زوينه هنايا، كل واحد داخل سوق راسو، كاين الامن الامان ما كاين لا شفره لا، ما عمرنا شفنا بحال هادشي، وبنادم كيعوم بنادم ما ماشي كل واحد وليداته ما كيغرقش بنادم هنايا، عند الطوموبيل ان شاء الله يجي يدوز الصيف هنايا، باقي العام الجاي اللي ما جاش هذا العام هذا، واش نقول لك بالنسبه لي هذا احسن بحر، حسن ديال الرباط، حسن ديال السلاح، حسن ديال شحال من واحد. ومرحبا باي واحد يجي هذا البحر هذا زويون، كنصحوا الله كاين لا شفره لا والو. بالنسبه للامن بصراحه ما نقولش لك، انا كنجي في الصباح كندير لونطريمون ديالي مع ديك السبعه ونص، كنخلي التليفون ديالي، كنخلي السيرو ديال الطوموبيل ديال المحل ديالي، كلشي كنخليهم، وكنمشي كنغبار واحد نص ساعه ولا 40 دقيقه، وكنرجع كنلقى داك الشيء هو هذاك فهمتي. صراحه الناس رائع بصراحه ما نقولش لك، انا لي بلاج شاف برا صراحه هاد لا بلاج اكتشفته من داك الشيء الرفيع. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.